أطرح سؤال وقضية، سؤال وقضية. من المسائل اللي يثيروها اليوم الكثير ذول اللي عندهم موقف من المراجع ومن العلماء اللي لهم تأثر بالفكر العدائي تجاه مراجعنا وفقهائنا والتشكيك بقضية التقليد. يقول شنو دليل التقليد؟ طبعا احنا نجيب لهم أدلة، ثم مشكلتهم مو أصحاب اختصاص، مو يناقش يجادل، أدلة كثيرة. أنا الآن أسوق الأدلة في باب التقليد على نحو الإجمال. أولا دليل العقل، بعد هذا العقل واحد كنت أقول له يا أبا لله على الناس حجتان، حجة ظاهرة وحجة باطنة. الحجة الظاهرة الأنبياء والأوصياء، والحجة الباطنة العقل. يقول إيه عقل المعصوم، زين إذا عقل المعصوم إذن هم رجع على الأنبياء والأوصياء، للمعصوم من الأنبياء والأوصياء. يعني هذا العقل اللي الله ركبه وراسك ما إلى حجية ما إلى اعتبار. إذن أنا وياك والعياذ بالله، العياذ بالله، شنو فرقنا مع الحيوانات إذا هذا العقل أنا ما أقدر أستند إليه؟ بلا دليل العقل شنو المراد منه، هذا فرد حكي. بعض الأمور تتقيسها باستحسانات عقلية، بعض الأمور تتقيسها مو بدليل العقل. دليل العقل يقولون المسألة التي يحكم بها العقلاء على اختلاف مللهم ونحلهم وأمكنتهم وأزمنتهم وعاداتهم وتقاليدهم، ما يختلف بها عقلان، هذه دليلها عقلي. العدل حسن، حتى الهندوس يقول العدل حسن، والظلم قبيح، حتى الشيوعي يقول الظلم قبيح، هذا دليل عقلي. أما مسألة ذولا يقولوها ذولا ما يقولوها، بالعراق عندنا للبس الجاشة وشماغ وعقال هذا حسن، بما بأوروبا اللي يلبس هذا يعتبره هذا مو حسن أو يجوز يعتبره متخلف. هذه أمة دون أمة، هذول اللي بالعراق يلبسون لا عقل لهم، عقل لهم لهم عقل. هذول يلبس بنطرون في هالبلدان بالعراق الوزين المحترم اللي يقعد قعدات عشاية يلبس بنطرون؟ لا. هذا شنو يعني ذول يلبسون بنطرون لا عقل لهم؟ لهم عقل، بس هذا يعود للعادة والتقاليد والأعراف والعادات والسلوك، هذا مو دليل العقل. دليل العقل هو الذي يحكم به جميع العقلاء على اختلاف مللهم ونحلهم وأمكنتهم وأزمنتهم وعاداتهم وتقاليدهم، ويدخل في بوابة الحسن أو القبح. هاي بوابة الحسن أو القبح حتى أخرجه من السيرة العقلائية، رجوع الجاهل إلى العالم. وروح قل له الهندوسي يا إذا واحد ما يعرف مسألة يروح للعالم لو لا؟ يقول إيه مسألة ضرورية حياتي. يقول إيه. وروح للشيوعي قل له إذا واحد جاهل بمسألة حياتي يروح للعالم بها لو لا؟ يقول إيه. وروح للنصراني، روح لليهودي، هاليوم البارحة قبل 100 سنة قبل 1000 سنة. إذن هذا دليل العقل، رجوع الجاهل إلى العالم. فإذا عندنا واحد عالم بالدين وواحد مو عالم بالدين، إذا توقف في مسألة ما يعرفها يأخذ رأي العالم، هذا دليل العقل. سيرة عقلائية، سيرة العقلاء غير المختص إلى من يرجع إلى المختص. أنا مو مختص بجراحة القلب، إذا عندي مشكلة بالقلب تحتاج إلى جراحة أروح للقصة؟ لا، أروح لمن؟ أروح للطبيب. للطبيب. هذه عقلاء استراليا وبريطانيا وأمريكا ودول العالم الإسلامي واليهود والنصارى والمجوس والهندوس والسيك، غير المختص يرجع إلى المختص، خصوصا في القضايا الحياتية. الدين فيه حياة الدنيا والآخرة، هاي سيرة عقلائية. فإذا دليل العقل رجوع الجاهل إلى العالم، سيرة العقلائية رجوع غير المختص إلى المختص. بعد القرآن الكريم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم ماذا لا تعلمون.
مشكلة قلت هم وين يجادلون؟ يعني هم ما عندهم رصيد من علم الدين، شوية مطالع. يقول إيه أهل الذكر يعني الأئمة؟ لا شك هذا في التأويل. أهل الذكر يعني العلماء الربانيين. المصداق الأعلى للعلماء الربانيين هم الأئمة الأطهار من ذرية النبي الأكرم الحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وآله. هذه آية. آية ثانية: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم قولوا يحذرون. يقول كل مجموعة خلي يروحون، كل طائفة يروحون منهم مجموعة يتفقهون ويجون ينذروهم، وانت لازم أن تحذر. خلا ما انت لازم تحذر، يعني كلامه واجب السماع له، لا ده يحذرك، يعني حذره واجب. يرحون بكتب فقهائنا مراجعنا اللي هو بمنزلة البروفيسور في باب المناقشة، يطرح إشكال ويرد إشكال وهذا يجيب إشكال، يروح يدورون ذن الإشكالات يثيروها على ذول خطية الشباب الصغار ويورطهم. هذا بالنسبة إلى القرآن الكريم. إذا جبت لك دليل عقلي، سيرة قرآن كريم، روايات. أنا ثلاث روايات، روايات كثيرة طبعا، ثلاث روايات أذكرها لكم. الرواية الأولى أبان بن تغلب من تلامذة الإمام الباقر عليه السلام. شوف الإمام شنو قال للإمام الباقر. الرواية موجودة في الوسائل طبعا الإسلامية مجلد 20 صفحة 116. الإمام الباقر قال للأبان بن تغلب، قال اجلس في مسجد المدينة وفت الناس، يعني صدر فتوى، وفت الناس، فإني أحب أن يرى في شيعتي مثلك. هاي رواية. بعد أجيب لك رواية ثانية، هاي معتبرة سند. رواية ثانية، علي بن المسيب الهمداني قال قلت للرضا عليه السلام، شقتي بعيدة، بيتي بعيد. اسمع هذا الإمام موجود هناك لما قال الأبان افت الناس، يعني بزمن الإمام الناس من يفتيهم يأخذون بقوله، لا يأخذون بقوله، الإمام جوز له يأخذون بقوله، بقول فقيه في زمن الإمام الباقر. بس هذا الفقيه علمه من الإمام الباقر، يقول له افتي، مو نقل رواية، فتوى. علي بن المسيب الهمداني أيضا رواية معتبرة، قال قلت للرضا عليه السلام، شقتي بعيدة ولست أصل إليك في كل وقت، فممن آخذ معالم ديني. ديني من آخذ معالم، مو رواية، يعني أحكام ديني. شقتي بعيدة ولست أصل إليك في كل وقت، فممن آخذ معالم ديني؟ قال من زكريا ابن آدم القمي المأمون على الدين والدنيا. دينك من ذاك وقت، هذا تقليد له، تقليد معالم دينك، أحكام دينك. الرواية في التهذيب مجلد 10 صفحة 83. بعد أجيب لك رواية ثالثة، قول عبد العزيز ابن المهتدي للإمام عليه السلام، قال لا أكاد أصل إليك، أسألك عن كل ما أحتاج إليه من معالم دين. قال له ما لحق، يعني الإمام الباقر يقول أو الإمام الصادق عليه السلام، ما أقدر أنا يومية أجي أسأل في كل شيء. بالكوفة هو الإمام بالمدينة، شو أسوي أنا؟ أنا ما أعرف هواي أحكام وكذا، ديني من مناخذ. لا أكاد أصل إليك، أسألك عن كل ما أحتاج إليه من معالم ديني. أفيونس ابن عبد الرحمن ثقة أخذ عنه ما أحتاج إليه من معالم الدين، أحكام الدين؟ قال نعم. يونس ابن عبد الرحمن فقيه من فقهاء أهل البيت، قال نعم. أخذ شوي دقق يا لحم. هذه جبت لك الآن دليل عقلي.
دليل سيرة، قرآن رواية، بعد شنو أجيب لك؟ يجي هو بعقل الغير مختص، عقل الغير مختص يشكك بكل إذن. بعض التشكيكات اللي الفقهاء طارحية في ميدان المناقشة وبعدين الفقيه يتراجع عنها، يقول أنه الواحد لو يكون مجتهد لو محتاط لو مقلد هذاك الحكي عيفه، ياخذ حكايه منه حكايه منه. ذاك اليوم واحد من الشباب يقول تعال ناظر فلان بن فلان اللي هو ذاك فلان بن فلان من اتباع الهمبوش، الهمبوشي رجل بالمدينه، من المدينه، المدينه نهايه البصره قرب الناصريه، اساسا هو مو منك، هو واهله نازحين للمدينه، هم من اطراف الزبير منطقه همبوش، احمد اسماعيل من اتباع الهمبوش. مره من المرات احنا المشكله وين؟ بالحوزه اللي يدرسون الدين حوالي 10 سنوات يدرس نحو منطق أصول فقه روايات أحكام، وراء 10 سنوات يوصل إلى مرحلة مناقشة الروايات والآيات اللي يسموه بحث الخارج. هذه المرحلة الفاتت ما يناقش، يتلقى. قال المحقق الحلي وقال العلامة الحلي، قال الشيخ الطوسي وقال السيد المرتضى، 10 سنوات وراء 10 سنوات. هذا إذا يدق ليل نهار يدخل بحث مناقشة الآيات والروايات، فد 4 سنوات أقل شيء يحتاج يدخل يسموه بحث الخارج، 4 سنوات ليل نهار يدرس، استوى يقدر يعرف الروايات. لما تجي رواية هالشكل تقول رواية ضدها، شلون يحل المشكلة؟ شلون يحل المشكلة؟ اكو روايات ما لها معارض تقول حلال 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 امشي، واجب 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 امشي، ما عندنا مشكلة، حرام حرام حرام. بس من يصير تعارض، هذا وراء 4 سنوات استوى، ها يعني 10 سنين و4 سنوات في دراسة الروايات والآيات استوى يقدر يخلص من هالمشكلة. عود يجي شاب شوية سامع من فلان، شوية سامع من فلتان، يقول تعال ناقشني اقنعني. يا عمي هذه أدلة، لا هذا الدليل إشكاله فلان، أنت شن فاهمك بالإشكال يا عمي؟ مرة من المرات إجاني شاب يريد يناظر، شوي ناقشته شفته هذا بعيد عن الاختصاص وكذا، قلت له عمي لازم واحد دارس حوزه، قال انا دارس حوزه، قلت له حوزه يعني 10 سنوات ورا 10 سنوات تدخل في بحث مناقشه الايات والروايات، اقل شيء 4 سنوات بقى. قال انا 10 سنوات ايضا في بحث الخارج. اوه قلت له جيد أنا حاضر أناظرك بشرط هذولا 10 سنوات اللي درست عندهم بحث خارج روح جيب لي ورقة يكتب أن فلان بن فلان حضر عندنا بحث الخارج 5 سنوات. أنا أقبل 5. قال هي راح ذاك يوم وهذا يوم سألت عنه، قالوا عمي هذا كان بياع فلافل ما مش شغله، عز المحلة وصار من أتباع الهمبوش. هسا عمي أنا في هذا البلد إلى آخر محرم أنا موجود، اللي يريد يناظر يريد يناقش خلي يثبت لي دارس الدين 10 سنوات وبعد 10 سنوات داخل بحث تخصص مناقشة الآيات والروايات ويجيب لي ما يثبت ذلك من أساتذة بحث الخارج المعتبرين، أنا أمامكم وهذا يسجل حاضر أناقشه، مو يجيب لي ورقة من الهمبوش يقول دارس عندي 50 سنة ما
من أساتذة بحث الخارج المعتبرين، وأنا حاضر أناقش على الكاميرات على الفضائيات من يكون من يكون من نال أخير شهر أنا موجود بهذا البلد، بس يثبت لي مو يطلع لبياع فلافل. مع احترامي لبياعين الفلافل، ناس محترمين عمي الكاسب وحبيب الله، طلع لبياع فلافل يثبت، يجيب إثباتاته نتحقق منها صحيح مصدرها. هذا الميدان يا حميدان، خلي ثبت عقيد. ما عندي أنا، عندي محاضرات مناقش أفكار الهمبوش. همبوش موعه، هو من مدينة، هو من قرية همبوش، هو مو من اليمن. احنا شو نقول بالعراق؟ يقول الانكر اصلا هو من همبوش الولد، مو من اليمن. معيب. فانا مناقش في الكويت سنة 35، المحاضرات موجودة، وأنا قلت لهم جيبوهن بالسهم. عند إثبات داخل إلى بحث الروايات والآيات، فرد 4 سنوات وفوق، خلي يجي ناظرني. ما عند إثبات خلي يرد على مطالبي. هم سمعت عندهم قناة وما أدري، عندهم مواقع وفيسات على طريقة بياع الفلافل، خلي ناقش والله وياه، ما عندنا مشكلة. أسأل الله تبارك وتعالى التوفيق لي ولكم، وأن يتقبل منا جميعا، وإن شاء الله لا يكون هذا آخر العهد مني بهذا المكان، وأن يوفق هذا المكان لرفع راية أهل البيت وراية الإسلام، وإن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة.